سادة الكرام، أصحاب المعالي والسعادة، معالي الدكتور محمد الحلايقة، شكرا. معالي الدكتور مروان المعشر، رعد بيك البكري، بشرى الرزي العزيزة القريبة. ولكن يعني دائما أنا بحب أوجه تحية خاصة لأستاذي الذي تعلمت منه الكثير، الدكتور عمر رزاز. أهلا وسهلا. السيدات والسادة، ربما من حسن الطالع أنني دخلت هذه المنطقة في 1968 طفلا يتيما، وخرجت منها صحفيا. أعتقد أنني نجحت قليلا في تحقيق بعض النجاح، ولكن ما كان هذا النجاح ليكون لولا أنني تخرجت من مدرسة اسمها مدرسة النصر الثانوية، التي التقينا فيها أردنيين وفلسطينيين مسيحيين شركس شيشان. فكانت هذه الدائرة يا سيدي ملخصا للأردن. نفتخر بأننا في هذه المدرسة وفي هذا الحي وفي هذه المنطقة لم نفرق يوما على أي أساس ديني أو عرقي أو جهوي. سقيم الصلاة. وأفتخر أكثر أنني ابن لهذه المنطقة أبد الدهر، ولكن من هنا جاء مفهوم الدولة المدنية، الدولة التي لا تميز بين مواطنيها لا على أساس ديني أو عرقي أو جهوي أو أصل أو منبت. تعلمنا ذلك في مدرسة الخير ومدرسة الكرم في منطقة النصر. لكن هذه المنطقة سادة الكرام ظلمت نفسها حينا و تجاوزت عن حقها أحايين، حين لم توصل إلى مجلس النواب شخصا يستطيع أن يوصل صوتها وأن يحقق أمانيها وأماني سكانها. منذ عام 1989 لم نستطع أن نحقق إيصال نائب واحد إلى مجلس النواب، وكنا خزانا صوتي. وأعتقد آن الأوان أن نكون نحن أصحاب هذا الحق وأصحاب هذا المقعد. لا ينقصنا في هذه المنطقة أي شيء، لدينا الكفاءات ولدينا الرجال ولدينا السيدات التي أحييهم تحية خاصة على قدومهم في هذه المنطقة. آن الأوان أن نقول نريد حقنا من الدائرة الثانية التي غافلتنا في أكثر من دورة، حين انحازت إلى حزب سياسيا كنا أجندته ولم نكن على أجندته، كنا أجندته نحن ولكنه لم نكن يوما على أجندته. ثم انحزنا إلى نواب المال الأسود الذين انحازوا بين تاجر أو فاجر، وآن الأوان أن نسترد هذا المقعد لهذه المنطقة. أبدأ من حيث الشعار الرئيس لهذه الحملة. حينما نتحدث عن دولة المواطنة، دولة المواطنة تعني على الأقل أنه ليس هناك مواطن أصلي ومواطن غير أصلي، فلا يجوز أن يبقى سؤال حائر في دوائر الدولة اسمه البلد الأصلي، لأننا كلنا أردنيون أجمعنا على الثوابت الثلاث: الجيش والعرش والوحدة الوطنية. فلا يزاود أحدا على أحد، لا أحد يزاود على أحد، كلنا أردنيون. ولا يجوز أن يبقى هذا السؤال ينغص ما تربينا عليه على الأقل في هذه المنطقة. أتشرف بأنني الأقرب إلى إخواني السلطية عوائش وزعبية وعبد الله وحيرات. أتشرف أنني ابن للحراحشة، أتشرف أنني ابن للصرايرة، أتشرف أنني ابن لكل العشائر الأردنية. في دولة المواطنة يكون الإنسان جديرا بالمراقبة والمحاسبة، ليس النائب فقط، المواطن يراقب. نحن أمام ظاهرة انعدمت فيها المراقبة وانعدمت فيها المحاسبة، فاستسهل الرسميون دمنا فولغوا في جيوبنا حتى بتنا بلا جيوب. هذه حكومة وسابقاتها كلها شلحتنا ما لدينا من مال وعيال، يا ريت تأخذ الأولاد ونخلص بنصير ما ندفعش رسوم. نحن الآن
أمام ثلاث ثوابت يجب أن نركز عليها. في المجال السياسي نحن أمام دولة موحدة واحدة، صحيح أنه يحيطها النار من كل جانب، ولكن الحمد لله بهمة العرش والجيش والوحدة نستطيع أن ننتصر على نيران الإقليم. ولكن إذا بقيت البطالة والفقر والتمييز بين المواطنين أخاف على بلدنا من داخلها ولا أخاف علينا من الجوار. يجب أن نوعى جيدا أن الإرهاب لا يستطيع أن يضرب مجتمعا موحدا، لا يستطيع أن يضرب مجتمعا متماسكا. لا نريد مجتمعا ممسوكا، نريد مجتمعا متماسكا متحابا يواجه الإرهاب والتطرف ويواجه كل حلقات الضعف. هذه لا يمكن أن تتحقق إلا في الدولة المدنية التي يتم الاعتراف فيها بأن المواطنين سواء أمام القانون. لا يجوز التمييز بين المواطنين. نحن جميعا يدا بيد سواء بسواء، فلا يجوز أن تميز بيننا الدولة. كثير من هذه المنطقة تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة وتعاني من إشكاليات اقتصادية صعبة. على الحكومة أن تفكر في حلول غير جيوب المواطن، غير رفع الضرائب. هناك أدوات ابتكارية جديدة يفترض أن تلتفت إليها الحكومة، ليس أولها رد 6% كما نقول في برنامجنا، رد 6% من ضريبة المبيعات، لأن معظم الذين يذهبون إلى التسوق والشراء في الأردن لا يحصلون على فاتورة، فيضع التاجر كل ضريبة المبيعات في جيبه. وآن الأوان أن تكون لدينا فواتير حتى يسترد المواطن الأردني 6%، ثم يضمن أن يعيد التاجر إلى الدولة 10%، هذا يحقق دخلا إلى الدولة عاليا نتمنى أن يستمعوا إلينا فيه. الاقتراح الثاني وهو وأنا أتحدث عن منطقة فقيرة، الاقتراح الثاني هو أن يتم إعادة طبعة التاكسي إلى الدولة وتحديدا إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي. لسنا دولة اشتراكية حتى نقول عن يعني تأميم، نقول أن تقوم الضمان الاجتماعي بشراء نمر السيارات ثم تضمينها إلى السائقين بحد أعلى 300 دينار بالشهر. هذا سيوفر لكل سائق 600 دينار أصلا، لأنه بتضمن السيارة 30 دينار، عشان يجيب ال 30 دينار بده 15 ليرة بنزين، عشان يجيب ال 15 ليرة بنزين بده باكيت سجاير وبده كيلوتين مي وبده فنجان قهوة 50 ليرة، عشان يجيب لأولاده 10 ليرات فقط. لو كانت هذه الطبع للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وضمنتها للسائقين، فنحن نضمن أن نزيد من الطبقة الوسطى 750 ألف مواطن خلال قرار واحد، ولكنه يحتاج إلى مواجهة أصحاب الطبعات اللي في واحد منهم نائب سابق عنده 530 طبعة لحاله، يعني الأخ دولي جوا دولي. هذا القرار يحتاج إلى حكومة تريد أن تقود الإصلاح، تريد أن تتوجه نحو الإصلاح، لا تريد أن تولد في دم الشعب ولا تبقى تمد يدها إلى جيوبنا، يعني على رأينا الفلاحين عطال على بطال. هذا حل يوفر 750 ألف إلى الطبقة الوسطى. أعتقد هذه الطبقة هي الوحيدة التي تحقق لنا الأمان والاستقرار، هذه الطبقة هي الوحيدة التي تستطيع أن تتصدى إلى داعش وماعش وكل الدواعش، وتستطيع أن تتصدى إلى الأحزاب الظلامية التي تسعى إلى التمييز بين المواطنين، وآخر إبداعاتها أن اعتدت على هذه المنطقة بشخص من خارجها. نحن لا نميز ولا نفرق، ولكن لسنا مطية لأحد حتى يأتي أحد من خارج جنوب الأردن ليركب على الدائرة الثانية وتحديدا على منطقة النصر. نقول لهم في منطقة النصر لن نكون مطية لأحد، وهذه المنطقة بإذن الله ستخرج نائبا منها، لن نبقى أسرى لهم ولن نبقى أسرى لفتاويهم ولا لكل ما يقولون. سنقول نحن بصوت جهوري نعم آن الأوان أن يكون لنا نائب من منطقة النصر. هناك من يتحدث عندما نتحدث أصدقائي الأعزاء عن الحقوق المدنية لحملة الجوازات المؤقتة ممن سحبت منهم الأرقام الوطنية أو من أبناء قطاع غزة الذين أتشرف بالانتماء إليهم، أننا نسعى إلى التوطين والتجهيز. لن نكون يوما لا حملة الجوازات المؤقتة ولا أبناء قطاع غزة جزءا
من التوطين. لن يبدل الغزي أرض فلسطين حتى بالجنة. أنا عن أبناء غزة بحكي وعن أبناء الضفة الغربية، وكل أردني حريص على القدس أكثر من حرص أي آخر، سواء كان سلطي، سواء كان عدا، سواء كان من أي قبيلة من عشائرنا، هو حريص على القدس، حرصنا واسد شوي. فما حدا يزاود علينا لا بدنا توطين ولا بدنا تجنيس، نريد حقوق مدنية كاملة لأبناء قطاع غزة وحملة الجوازات المؤقتة لا أقل من ذلك. هذه فئة كريمة يجب أن تعاني، يجب أن تعيش حياة كريمة، يجب أن لا نميز بينها في الحقوق المدنية على الأقل. مش معقول العبقرية عند الحكومة إنه الغزاوي برخص بكم بنزين بس ممنوع برخص بكم ديزل. أنا مش قادر أفهم لها شو العبقرية. مش فاهم واحد بدفع حق أرضه حق داره بسجلوش داره باسمه. لا أعتقد أن أردنيا واحدا يقف ضد الحقوق المدنية لأبناء قطاع غزة وحملة الجوازات المؤقتة. وأتشرف بأنني زرت كل دواوين ومقرات عشائرنا الكريمة في هذه الدائرة، من الدعجة للصرايرة للعبد الله للزعبية للعوايشة، وكلهم كانوا أكثر حنية على أبناء غزة من أنفسهم، وكلهم ينشدون العدل لأبناء قطاع غزة وحملة الجوازات المؤقتة. لن أطيل عليكم، صحيح أننا نعيش في ظرف صعب، ولكن هذا البلد فيه الخير الكثير، وهذا البلد فيه من العقول من أتشرف اليوم بحضورهم. كلنا نعرف معالي مروان المعشر وعدله ونزاهته وكفاءته، والدكتور الحلايقة والأستاذ رعد البكري وعمر رزاز، والمنطقة أيضا كلها مليئة بالكفاءات. وأنا أتشرف أن يكون يعني بيننا صديقي وزميلي موسى الطريفي عضو كتلة التغيير الذي أقترب منه كثيرا ويقترب مني كثيرا. أسعد الله مساءك موسى. هذا وطن بني على الضم، الأردن بني على الضم، وبإذن الله وبهمة عبد الله سيبقى هذا الوطن مبنيا على الضم، لن ينكسر لا لداعش ولا لماعش ولا لمارق. هذا الوطن سيبقى عصيا بهمتكم، بدعمكم، بوحدتكم، بتماسككم، بإعلائنا لضرورة أن تكون الدولة المدنية هي شعارنا، دولة المواطنة، الدولة التي لا نميز. ليكن كل الوزراء من أصل مسيحي أو من مخيم أو من محافظة شرط الكفاءة والنزاهة. لا نريد أكثر من ذلك، ولن أطيل عليكم. أكرمتموني، شرفتموني، أنتظر دعمكم ومؤازرتكم في 20 أيلول، ليكون أيلول دائما أبيضا، ليكون أيلول دائما أبيضا يحقق النصر لمنطقة النصر، وحتى يكون لهذه الدائرة من اسمها نصيب. وشكرا لكم على حضوركم وعلى تشريفكم. شكرا. قال تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون، وقال جل وعلا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. ونحن نبارك لزميلنا وصديقنا أخونا عمر وكتلته، وأنتم أبناء هذه الدائرة بكل عشائركم وعائلاتكم الكريمة، نبارك لكم، نشكركم، نتمنى لكم الاختيار الصح، ونتمنى لكم بإذن الله أن تحققوا ما تأملون به وما تتطلعون إليه. شكرا للحضور. معالي أبو عمر، مع الدكتور حلايقة، الأخ رعد.